الدعاء اللي يقوله، أولا يقول يقرأ سورة الشرح، ويقول وهو داخل اللجنة الطالب اللي عنده امتحان يقرأ سورة الشرح وهو داخل: ربي أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فالإنسان يدعو بهذا الدعاء اللي علمه لنا القرآن الكريم. أنا فتحت ورقة الامتحان وبدأت أجاوب، إذا وقفت معايا شيء أقول بسم الله الرحمن الرحيم. دي بسم الله الرحمن الرحيم، دي سر الله المكنون، سر الله المكنون، بسم الله الرحمن الرحيم بحضور قلب عشان المدد يأتي للإنسان، وأقول بسم الله الفتاح، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، بسم الله الفتاح، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، أصلي على سيدنا رسول الله، وإن شاء الله ربنا يفتح وييسر، ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقرأ هذه كذلك اللي بقى يتذكره.